هو ديفيدر سانشيز ليه اسهم في النادي؟ ولا مثلا هو الابن الغير شرعي لداني ليفي؟ ولا مثلا ماسك سيديهات على جوزيه مورينيو؟ نفسي افهم سبب منطقي لتواجد ديفيدسون سانشيز في التشكيله الاساسيه. مشكلتي مش مع سانشيز من النهارده، لا مشكلتي معاه من السنه اللي فاتت واللي قبلها مع ايام بوتشيتينو، لان الراجل مساك مش على قده، ده الراجل مساك على قده جدا 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 جدا، وفي ماتشات بيكون مساك سيء جدا وبايع القضيه. يعني النهارده توتنهام 4-4-2 سون مش جاهز، علشان كده بنلعب 4-4-2 وبنلعب فينيسيوس وبنلعب بهاري كين ولوكاس مورا وجوفاني لوسيسو على كل واحد فيهم على طرف، مورا على الشمال ولوسيسو ناحيه اليمين قدام جافا تنجانجا، ومورا تحتيه بيكون موجود رجلون، والاثنين مساكين موجودين روندون، وكمان موجود جنبه الاسطوره الحقيقه ديفيدسون سانشيز، وفي نص الملعب موجود تانجن دومبلي، وموجود جنبه هولبرج. لو اتفرجت على لقطه الهدف الاول هتلاقي ان في مشكله كبيره جدا، هتلاقي ان سانشيز عمل غلطه ما يعملهاش مدافع محترم، لان انت واقف على الطرف يا تطلع لقدام يا تطلع لبره، انما انت بتطلع ضعيفه جدا وسيئه جدا، وبتروح بطريقه غلط بتلبس فيها هولبرج بتقطع منه، وتلاقي ان الهدف الاول جه عن طريق جويرتون، وتلاقي ان توتنهام مطلوب منه ان هو يخش يتعادل في جيم توتنهام ما وصلش فيه اساسا، لان قبل احراز الهدف الاول بتاع نيوكاسل توتنهام ما كانش ليه اي خطوره ولا كان فيه حتى شبه كره خطيره ممكن توتنهام يقدر ان هو يحرز بيها الهدف الاول وياخد المقدمه. توتنهام كان سيء جدا بعد الهدف الاول، قلت بس توتنهام لو اتاخر في احراز التعادل الماتش هيبدا يبقى صعب جدا 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 عليه. وبعدها هاري كين بعدها بدقيقتين بيقدر ان هو يستغل غلطه كره بتخبط في رجله وبيقدر ان هو يجيب الهدف الاول، حاجه كويسه ومحترمه انك ترجع في النتيجه بدري بدري. قلت والله كويس هاري كين بالهدف الاول بتاعه ده بيغطي على سوء دفاع توتنهام، خط دفاع توتنهام المهلهل، خط دفاع توتنهام السيء، عنده مهاجم كبير جدا زي هاري كين بيقدر يغطيهم، والراجل بيقدر يستغل الباص اللي بيجيله من تانجن دومبلي علشان يجيب الهدف الثاني. خلاص يا عم، الراجل كان 17 هدف وبقى 19 وبقى هداف الدوري وبقى النهارده ليلته، ويا سلام بقى لو جاب الهدف الثالث الشوط الثاني وجاب الهاتريك، الدنيا بالنسبه لهاري كين هتكون كويسه جدا، والناس هتنسى مدى سوء خط دفاع توتنهام، وهيتكلموا عن جوزيه مورينيو قدر ان هو يرجع الفريق من تحت خالص لحد التوب فور، ويقدر يرجع ينافس الانديه الكبيره وينافس صفقات تشيلسي الكبيره جدا اللي جابها في الميركاتو، وتوتنهام هيرجع ومورينيو عدم الفريق وكله هينسى مستوى الفريق السيء جدا علشان خاطر يبدا الشوط الثاني، وتلاقي ان توتنهام ما عندوش حتى حميه ان هو يجيب الهدف الثالث. لا توتنهام عادي 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 مستنيين التغييرات تيجي، سون بينزل مكان كارلوس فينيسيوس عشان نرجع نلعب 4-2-3-1 اخيرا، علشان خاطر ما كانش ليها اي لازمه من غير سون. بعد كده مستنيين التغييرات، نغير ننزل اريك لاميلا، برضه لاميلا سيء بس احنا قابلين 2-1 مفيش اي مشكله ولا فيها اي خطوره. هناك في نيوكاسل مفيش غير جويلتون وستيف بروس، راح منزل ماكسيمين وبعدها راح منزل ويلوك، عادي مفيش اي مشكله. نيوكاسل عندوش اي فرص ولا عنده اي حاجه تقول ان نيوكاسل هيقدر ان هو يجيب هدف التعادل، في الوقت اللي توتنهام عمال يروح ويضيع فيه بتلاقي روندن وبتلاقي سانشيز دخلوا بعض علشان خاطر وليكو الكوره تجيله في السته ويجيب الهدف الثاني. طب الدقيقه كام؟ الدقيقه 84 يا نهار اسود، الماتش ضاع، ويبتدي تيجي فاول توتنهام في الدقيقه 87 تقول والله هاري كين ممكن يخش ويحط الثالث ويبقى ليله هاري كين رسميا، وهاري كين قدر ان هو يفوز على ديفيدسون سانشيز ب 3-2. تلاقي لا جاريث بيل نازل باللبانة الحلوة واقف على الكورة، أنا اللي هشوط يا ابني، أنت لسه سخنت ولا عملت أي حاجة؟ ده أنت لسه حتى ما كنتش واقف على الخط بتعمل أي حاجة، لا أنا هشوط. طب شوط يا عم، تلاقي هو راح في المدرجات. طب خلاص خلصنا، هتقول لي لا ما هو كان باقي 5 دقايق وقت بدل ضايع، وكان ممكن الفرقة تقدر إنها ترجع في النتيجة. ترجع في النتيجة إيه يا باشا؟ ما كان خلاص وما كانش 5 دقايق بدل ضايع ولا حاجة، غير ان الفريق ما كانش عنده حميه وحماس ان هو يجيب الهدف الثالث في ساعه الا ربع، هيقدر ان هو يجيب هدف في دقيقتين ثلاثه يا باشا، كان الموضوع خلاص كان واضح ان توتنهام مفيش استعداد، مفيش روح، مفيش اي طموح عند اللعيبه ان احنا لو كسبنا النهارده هنبقى توب فور، لا ما نتعادل عادي ونبقى توب فايف ونلعب يوروبا ليج، ما عندناش اي مانع، وحتى لو كسبنا النهارده كنا هنتعصر قدام مانشستر يونايتد الماتش الجاي. طب يا جماعه كنت تكسبوا النهارده وطلعوا توب فور، وخلونا نطلع نتكلم على عبقريه مورينيو، مع ان انا عمري ما كنت هطلع اتكلم على عبقريه مورينيو، لاني بشوف ان مورينيو مش عارف يتعامل مع سوء الحاله الدفاعيه اللي موجوده عليها فرقته. يعني عندك ديفيد سانشيز ده ممكن ترميه في اي ثلاجه بره على الدكه وما تلعبوش ابدا، هتقول لي طب هيلعب مين؟ اقول لك لو طلعت اي لعيب شاب حطه مكانه، هتقول لي لا ما ينفعش انك تلعب في الفرقه دلوقتي وتحط ديفيد سانشيز على الدكه وتحط مكانه مثلا لعيب شاب، اقول لك تمام العب روندن ووريك داير، هتقول لي ثنائيه فاشله، اقول لك مفيش افشل من ثنائيه سانشيز واي حد جنبه، هتقول لي لا سانشيز كان حلو في الماتش اللي قدام دينامو زغرب غير ما في 3 ايرك دار بس اللي كان خاربها، اقول لك يا حبيبي هم الاثنين وحش من بعض، حبيبي انا قلت لك ماتش وست هام ده خط دفاع يجيب شلل ويجيب احباط،
بس انت لما صدقتش وانتوا اللي كنتوا بتدافعوا على سانشيز وتقولوا سانشيز لازم يلعب لما سانشيز كان بيبعد على الدكه اهو لعب يا حبيبي اشربه بقى. بوظ للتهالي كيني ابن اللذينه بوظها خالص وبوظ كمان حرق دم ابن اللذينه. كفايه يوسف سيف عليا في الماتش يجي هو ابن الجزمه السبب بهدفين حسب الله ونعم الوكيل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك لو ما عجبكش فعادي يا صاحبي والله عادي بجد براحتك اعمل سبسكرايب بقى لو ما عجبكش.